مشاهدينا نتابع أيضا بصور تردنا الآن من جنين فيما يبدو لوصول القوات الإسرائيلية إلى هذه النقطة التي ننقلها الآن في صور مباشرة، فيما يبدو أنه اقتحام لهذه المنطقة بالتحديد بعد أن كانت الأنباء تتحدث فعليا عن اقتحام جديد لمخيم جنين، اقتحام يبدو أنه الأكبر كما يقول زميلنا عبد الحفيظ من رام الله. يعني تأتي هذه التطورات بظل تكرر موضوع الاقتحامات لمخيم جنين والمواجهات، إلى جانب كذلك جرف للطرق ولبعض النقاط. يبدو أنه الآن كذلك في أصوات لإطلاق النار. مخاوف الآن من محاولة جرف منازل لفلسطينيين في هذا المخيم بعد أن كانت الاقتحامات السابقة قد فعلا تم فيها جرف عدة طرق وعدة معالم في هذه المنطقة. الحديث والمخاوف الآن عن جرف لمنازل. نتابع الصور لمواجهات. إذن نحن في متابعة لهذا الاقتحام، توقعات بأن يدوم حتى ساعات الصباح، يعني بانتظار أي معطيات جديدة حول الهدف هذه المرة من هذا الاقتحام الذي يوصف بأنه اقتحام كبير، حتى يعني تتدخل فيه جرافات حديثة كذلك فيما يعني يتحدث عن مخاوف من جرف منازل وليس فقط بعض الطرق وبعض المعالم. نحن نتابع إذن صور من دوار رأيناه سابقا يتعرض لنفس نوع الاشتباكات وحتى لعملية جرف من جانب القوات الإسرائيلية. يتكرر المشهد هذا اليوم وسط عملية يصفها كثيرون بأنها عملية كبيرة وقد تدوم لساعات.